الله يسعد صباحكم يا جماعه، كيفكم؟ شوفوا لي هذا الاختراع الجديد اللي نزلوه بالمانيا، باصات على الكهرباء بدون سائق. تمام، مثل ما كنتم شايفين، باص على الكهرباء بدون سائق. شايفين ما احلى هذا؟ بيسعى تقريبا 6 أشخاص أو 7 أشخاص. بامكانكم تطلبوه عن طريق الانترنت. تمام، بيجوا انتو وين في الخطوط، هو بتلاقيه تمشي عليه. شوفوا ما احلى، شوفوا الحساسات، شوفوا الحساسات من داير مدار، لانه هاد اذا مشي بده يدير باله. شايفين هاي هون عندنا 3 مقاعد وهون 3. لا اوكي، شايفين حساسات، هذا الجهاز كله تمام. هذا سكافين دانك.